انما هي بارك الله فيك يا محمد. بارك الله فيك. كنت ازور قبر النبي، كنت ازور يسمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالامس. نعم. وسلمت على ابي بكر وعمر. والله قعدت اعيط كل ما يطلع الواد اليتيم ده وانا اعيط، والناس اللي جنبي يقولوا لي خلاص يا سيد حقك علينا احنا، وانا عايز هجوم الناس اللي قدام والناس اللي ورا يقولوا لي خلاص يا محترم مش عارفين نتفرج على الفيلم. واستقبلني العديد والعديد من اخواني السعوديين من مملكة التوحيد بكل ترحاب وكل ود وحب. فسألت نفسي سؤالا، يجيبوا لي سندوتشات اكلها وعايز بيبس كل اشرب. هما فاكريني بعيط علشان الفيلم. امال انت كنت بتعيط عشان ايه؟ الجزمه كانت ضيقه عليا. هؤلاء الذين خاضوا في عرضك وخاضوا في صحابتك الكرام عقيده، للاسف المساله يا اسامه ليست ياسر. شوفوا يا اخوانا، اي عدوان على واحد من الشله يعتبر عدوان علي انا شخصيا. لازم بقى. وشوفوا بقى لما يحصل عدوان علي انا بقى. يا نهار ابيض، تبقى يا ابني ليله مش من ساعتها عمال يعيط. الله، ليست ساعات اراني زمان.